أعطي خلو الكواليس لا 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 أعطي خلو الكواليس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنسوي جولة في شنطة مدرسية كلاري. أهم شيء اللانج بوكس حبه. نبدأ بالشنط ذالي. هذالي حاجات قديمات عشان كويسات بستخدمهن هذا العام. وش رح تاخذ أول يوم؟ باخذ ذي. حلو. كل أسبوع كل 7 أيام أخذ مثلاً هذا أسبوع هنا هذا أسبوع. حلو. كل أسبوع صغير. أخذ شنطة. تمام. أي. يلا خلونا نبدأ بالمقلم. ستيكر. أكثر شيء تحبونه بالعالم السكرات. لسكات جروح. الطوارئ. إيه أهم شيء. مساحة. سمغ. قلمين رصاص. مقص. أنا مشيت جديد. هذا قديم حقي. مسطرة. مرة طويلة وشفافية بعد. نقدر نسوي بأشكال. وعندنا براية. هذه مساحة بورك ميزة مرة حلوة. مثلا هذه خلاص مستخدمة كثير. وش أسوي؟ أشيلها هم أدخلها من هنا جوا أضغط هم طلعت جديدة. كذا أحد كنت قديم كنت أحاول ألعب وأسوي كذا. يا حبيبي. وبس خلصنا. نقلمة ثانية. شوفوا ألوان شمعية. أخضر أسود بنفسجي. وهذولي الألوان خشبية. شوفوا من جوا. واو. حطيت أنا ألوان درجات. طبعا ما صبرت واستخدمتها ولونت فيها. صح. مرة حلوات. ما قدرت أتقاوم. أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق أزرق فاتح وردي غامق وردي فاتح بني ذهبي عنابي ذهبي أسود. ما في أبيض للأسف الشديد. وهذا الدفتر جبته عشان ألون مثلا إجاب مثلا إذا بيبقى الأستاذ أجي ألون شويتين وقت الفراغ يعني. إيه ألون شويتين. ورنش لونت قبل ما أدري ليش خربيط. ما كنت بأولى. إيه أولى. مشخبط. هذه أنا لونتها ونوت هذه لوناتها. وهذه بعد برضه شخمطنا يطلع أبيض. كنت بأول ما تعرفت لون زين. إيه. كنت بأول أول يعني أول يوم للمدرسة ما أخذته. بعد شهر كذا خلاص أخذت الكتاب ما مشت لي. هذه تلبيسة الطاولة. أزرق. أنت إيه. هلال. إيه. وهنا في مقلمة بعد نقدر نحط شوي. عندي 3 مقلمات. 1 2 3. وات. أنا كنت ذاك المرة جبت 4 مقلمات. أنا أشياء كثيرة. يضايقن عليك ترى. مصر شنطة ثقيلة. وهذه كراستي. شوفي إذا كانوا بليتر صح؟ لما. إيه. شوفي أنا ما رسمت شيء. ما تدريش. قلت. إيه. إذا قال لكم الأستاذ ارسموا أي رسمة. شو راح ترسم؟ حرسم مثلاً شجرة. لكن مرة سويت نخل أستاذ قالنا ورانا كذا صورة. رسمت. بغى يموت استاذ. صحيح. مره جنن. تحب الطبيعه. اي وريتك اياه بس انت نسيتي. وهذا القران الكريم. وين وصلت بالصوره الاولى؟ انا وصلت سوره الانشقاق. كل في كل ذا خلصته. كل هذا بقول خلصته. احسنت يا صغيري. هاي البروج انشقاق اول يوم بثاني اخذ صورة المطففين ان شاء الله. هذه كم وجه اعوذ بالله وجه كامل وجه لا وجه ونص صح وجه ونصين وجه ونصين لا هذا ربع وورا ربع يصير النص وجه ونص ان شاء الله ربي يساعدك. أصلاً أستاذي مثلاً يوم خليها 4 أسطر يوم 5 أسطر يوم
ثلاث أسطر كذا يسهل عليكم. إيه الحين هنا الملاحظات، مثلا صار شيء مرة حلو وممتع أكتب لنا وأوريك إياه زي مذكرات مدرسية إيه. يعني طيب هذا دفتر العلوم، شوفوا واو واو أنا صلحته لك. إيه كل هذا، هذا كأنه دفتر. إيه والله هذا دفتر وإذا دفتر دفتر داخل دفتر، دفتر داخل دفتر. الدفتر الثاني الرياضيات، واو نجوم اللغتي، مريجن اللغتي شوفوا. ما سويت صفحتين عشان هذا شو اسمه أكتب قصة قطعة. إيه أكتب القطعة. هذا قسم الإملاء، واو حلوة. وهذه هذه بعد، هذه بعد، هذه شوفي أطول بيت بالعالم صار هذا فندق. هنا لكتبت الإملاء لازم تجيب 10 من 10 عشان المنظر جميل. ايه. واو إكسات، كيف سويت إكسات؟ إكسات إكسات. اللي بعده الإنجليزي، بالمقلوب بس هذه الصفحة سويت عشان قليل مرة، أقل أي أقل شيء نكتبه لأنكم تكتبون بالكتاب ما تحتاجون الدفاتر. إيه لاند بوكس حقي، شوفوا من جوا هنا بانكيك، هنا خضروات، هناك عصير. لا إيه هنا عصير وبس، خضروات أهم شيء شاف مفيدة، خضروات أفيد شيء. هذه النظارة الشمسية، شوفي شوفي شكلي لما ألبسها شكلي مظهر كأني عجوز، كأني عجوز كريع. يلا يلا بالمسكية، يلا تعالي بالمسكية. بني على ذهبي على أصفر صح؟ صح. هذه ساعتي أكشخبة قبل ما أطلع المدرسة، ساعة عطر من هذا العطر. هذا معقم إيدين، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. والسلامة.